شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يا حبوب ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك بأجمل وأرق التحايا يحتضن مهرجان الأردن محبيه وعشاقه مهرجان تلون بصبغة حناجر فنانيه ومن كل قطر أغنية وفنان يروون رمق حضورهم واليوم تسطع نجمة من نجوم المهرجان في أولى لياليه بشكر الجمهور الأردني لاستقباله الجميل ليا وأتمنى ما أكونش آخر مرة ليا هنا وتكون بداية جميلة وموفقة وأتمنى أني بإذن الله قريب أشوفهم لأني أنا حبيت الجمهور الأردني جدا بصفة خاصة وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفق ويكون بينا لقاءات عديدة قريبة بإذن الله عظمة المكان وتاريخه وزمن أم كلثوم رمزان لا بل حضارتان التقتا أول أيام المهرجان بصوت الفنانة المصرية آمال ماهر صوت عبق زوايا القلعة وأحيا سلسبيل ذكرى من رحلت وعاش صوتها الجو كان كتير حلو ونتأمل إنه يكمل المهرجان بهالطريقة وإنه الناس تشجعنا وتيجي تحضر بقية الحفلات لأنه كل الحفلات منتقى وإن شاء الله بتعجب الجميع عجبني إنها ليلة مصرية كانت ليلة عظيمة ذكرى إحياء يعني ذكرى لأم كلثوم وأغاني أم كلثوم ماضي الشباب وماضي المستقبل وماضي كل شيء حقيقة بجنن رائع رائع جدا قد ما أحكي لك رائع حفل النخبة مصطلح يراه البعض أجدى لتسمية المهرجان فمئة دينار ثمن البطاقة مبلغ ليس بمقدور معظم أهل الأردن وحضور مهرجانه الذي سمي باسمه كالعروس غلا مهرها هذا هو حال مهرجان الأردن الذي بات حضوره مستحيلا عند كثيرين مقاعد خالية وأخرى يدفع من أجلها الكثير واقع يشف عن أوضاع عشاق المهرجان من غاب منهم ومن حضر لبرنامج MBC في أسبوع عماد العضايلة عمان